السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ صلوا معي على النبي وأذكروا الله. طبعا اليوم موضوعنا هو عن كيفية تشغيل تطبيقين بنفس الوقت والتحكم فيهم بنفس الوقت في أجهزة الأندرويد، طبعا بعد التحديث السابع والثامن والتاسع هاي الميزة أصبحت متاحة بدون برامج على أجهزة الأندرويد، وهلأ راح نشرح كيف بنقوم فيها. ولكن قبل أن أبدأ بتمنى أخي أنك تساعدني لحتى أصل في هذه القناة إلى 100,000 مشترك. أنا هدفي الآن هو الوصول إلى 100,000 مشترك، لهيك بتمنى أخي تكون من بين الأشخاص اللي ساعدتني للوصول إلى هذا الهدف. بتمنى أن تبقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. طبعا نحن عندنا مثلا فاتحين تطبيق الانترنت، مثلا فاتحين اي شيء بالانترنت وحابين نفتح تطبيق ثاني، شلون رح نقوم بهذا الشيء؟ طيب رح نضغط على هذا الزر، زر الايسر في اسفل الشاشة، رح نضغط عليه ضغطة. في عندنا مثلا اليوتيوب بدنا نفتحه بنفس الوقت، يعني مع متصفح الكروم او اي تطبيق نختاره. شو راح نسوي؟ راح نضغط بالأعلى هون على أيقونة القناة ضغطة مطولة، راح يطلع لنا هاي الخيارات. راح نضغط على الفتح في عرض تقسيم الشاشة. طبعا ملاحظين هلا راح يقول لي شو البرنامج الثاني اللي بدنا نفتحه. مثلا بيكون عندنا أكثر من برنامج، نختار مثلا اللي بدنا اياه اليوتيوب. طبعا ملاحظين هذا اليوتيوب فتح بالأسفل، وهون عندنا المتصفح، يعني فينا نفتح اي شيء ونتحكم باي شيء. فينا نشاهد مقاطع الفيديو، مثلا راح نفتح هذا المقطع، مثلا راح نفتح هذا المقطع الفيديو. مثل ما ملاحظين مقطع الفيديو شغال بالاسفل وانا عم بصفح الكروم بالاعلى. فينا نصغر الشاشه التحتانيه مثلا والشاشه الاعلى، فينا بوضع العرض كمان، يعني فينا نصغر الشاشة اللي بدنا اياها، نكبر اللي بدنا اياها. طيب كيف بدنا نوقف هاي الميزة؟ اذا نحن قررنا نوقفها شو بنعمل؟ راح نعاود نضغط على الخيارات وراح نضغط على اشارة الضرب يلي بالاعلى هاي، مجرد الضغط عليها انتهى وضع تقسيم الشاشة. مثل ما ملاحظين اتمنى ان يكون افادكم هذا الشرح.